ننتقل إلى فقرة المعرفة. طبعا حتكون فقرة اليوم مع خبير الماركات العالمية في مجال الأزياء سلمان حافظ. خلونا نتابع. في البراندات تخليها تبرز، وهذه يسموها ستايلستيك ايدنتيتي، الاشياء اللي تخلي البراند يختلف عن براند ثانيه من ناحيه التصميم او من ناحيه اللون. واللون ترى يا جماعه لا تستهينوا فيه، اللون من اهم الاشياء اللي ممكن الواحد لو استغلها تسبب له ربحيه مره كبيره وتخلي البراند حقكم يبرز بين كل البراندات الثانيه. في براندات مشهوره نقول لكم على سبيل المثال تيفاني بلو، لبوتان ريد، ايش يذكركم هذا الشيء؟ بلون. هذه البراندات اكتشفت او أخذت حقوق لألوان معينة ودونتها باسمها عشان ما يقدروا البراندات الثانية يجوا يقولوا والله هذا اللون ملكنا وإحنا نبغى نستخدمه. فخلي عندكم ستايلستيك ايدنتيتي، يعني هوية واضحة يا باللون يا بالمظهر يا بالستايل، وبكذا راح تقدروا توصلوا للعالمية وتنجحوا. وبعد الفاصل، بسبب كورونا كلنا آذان صاغية، مبادرة جديدة لذوي الإعاقة، انتظرونا.